للمزيد حول الوضع الأمني في العراق وتفشي جرائم القتل والاغتيالات ينضم إلينا الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ نظير بداية مرحبا بك. مسلحون يغتالون مدرسا في قضاء المقدادية في العراق بمحافظة الديالة، كيف تقرأ تزايد عمليات الاغتيال في محافظات ومناطق العراق، يعني مناطق بعينها في العراق؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني سمعنا بخبر استشهاد المدرس مهند خليل، ويعني الحقيقة تفاجأنا بهذا الخبر كون أن هذا الرجل يعني لدي معرفة شخصية فيه، ولا يعني تشوبه شائبة ولا له أي صلة بأي جهة من الجهات، ولربما جاء اغتيال هذا فقط ل يعني محاولة للإخلال بالأمن في هذه المنطقة ولإثبات يعني قدرة وسيطرة فصيل معين أو ميليشيا معين على هذه المنطقة، وبالتالي لإثبات هذه النظرية يقومون بقتل هؤلاء الأبرياء لا لشيء، فقط لهذا يعني المسار. ويعني محافظة ديالى وبالذات المقدادية تعرضت لخروقات أمنية شديدة، يعني قبل يومين أو ثلاثة كانت هناك اشتباكات في مدينة أبو صيدة، وهي يعني هذه الاشتباكات هي عبارة عن مسلسل من الاشتباكات كل فترة يعني يشتد فعاليتها وأحيانا تخمد، ومناطق أخرى في ديالى. الغاية من كل هذا يعني فيما أعتقده إنه يريدون إحداث تغيير في هذه المحافظة بحيث يكون تغيير جذري في ديموغرافية هذه المنطقة، ويضمنون بأنه لن يعود كما كان سابقا ولمدة طويلة. طيب أستاذ نظير، يعني رغم المليارات التي تنفق على الأجهزة الأمنية، ولكن الانفلات الأمني، الاغتيالات، الخطف منتشرة على نطاق واسع في محافظات معينة في العراق. هذا الانفلات الأمني يعني موجود رغم تلك المليارات التي تنفق على الأمن. لنأتي على جزئية المبالغ أو الأرقام الضخمة التي تنفق على الأمن، والنتيجة هو تسيد الميليشيات المشهد، بما تفسر ذلك؟ والله يعني لو تم مضاعفة هذه الأرقام إلى أضعاف كثيرة فلن نعتقد أن الأمن سيسود مناطق العراق وبالذات هذه المناطق التي تحدث عنها، كون أن هذه يعني الأجهزة الأمنية التي يتم الصرف عليها هي بالأصل مخترقة من هذه الميليشيات، بل أن تأسيسها كان على أساس هذه الميليشيات، وبالتالي كيف نريد أن يستتب الأمن والميليشيات هي الأساس الذي تم تشكيل هذه القوى الأمنية على أساسه، وكيف يمكن أن يسود الأمن وهناك تعاون ملحوظ وموثق ما بين الميليشيات المنفلتة والمجرمة وما بين ما يسمى هذه القوى الأمنية؟ بالتالي فإن هذا الإنفاق يذهب سدى ولن يأتي بنتائج لتحقيق الأمن، وهذا المسلسل يظل مستمر إلى ما لا نهاية ما دام الوضع على هذا الوضع الحالي. بالمقارنة أستاذ نظير مع بعض الجرائم المرتكبة وتعاطي الحكومة معها، بما تفسر خروج نتائج التحقيقات بهجوم الرضوانية سريعا، يعني على عكس التحقيقات في مجزرة الفرحاتية؟ يعني هذا يدلل على أن الحكومة تتعامل بمكيالين مع أبناء شعبها. المناطق التي تعتبر ذات غالبية موالية يعني لمكون معين عراقي تتعامل معه بشكل، ومكونات أخرى تتعامل معه بشكل آخر. اليوم يعلنون على أن نتائج مجزرة الفرحاتية وكذلك يعني مجزرة يعني قرية الخيلانية في ديالى قد تم الانتهاء منها والخروج بنتائج، ولكن يعللون بأن هذه النتائج نتائج التحقيقات يجب أن تبقى سرية لحساسيتها. لماذا هي النتائج حساسة؟ لأنها تأتي بصلة لأحد الفصائل أو لأحد الميليشيات التي تقوم بهذا القتل وبهذه الجرائم. كيف نرجو من دولة أن تريد أن تحقق الأمن وهي لا تستطيع أن تتصدى لميليشيا تمتهن الجرائم وتمتهن القتل للأبرياء والحكومة غير قادرة على فعل شيء؟
هذا حقيقة لا يمكن أن يتحقق الأمن. أستاذ نظير، يعني الأهالي أعربوا يعني عن مخاوفهم من تسويف نتائج التحقيق في المجازر في مناطق سيطرة الميليشيات. هذه المخاوف مما تنبع؟ يعني هل الحكومة غير قادرة على فرض سيطرتها على المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات؟ علاقة القوات الحكومية بالميليشيات من وجهة نظرك؟ يعني التسويف في يعني نتائج التحقيق من حق المواطنين أن يخشون من هذا الأمر، كون أن المجرم سيفلت بجريمته، وكذلك يدلل على أن هذه الحكومة إما هي غير قادرة على ردع هذه الميليشيات أو أنها تتعاون مع هذه الميليشيات، وفي كلا الحالتين من حق المواطن أن يخشى على حياته وحياة أسرته وأملاكه. لذلك هو يعني المواطن في يعني حال صعب، لا يستطيع أن يلتجئ لجهة ما أو قوة ما تستطيع أن تحقق له الأمن، فهو ما بين قوات يعني حكومية مخترقة من قبل الميليشيات وما بين ميليشيات تقتل وتسلب نهارا جهارا أمام أعين الناس، ولا أحد يعني لا حسيب ولا رقيب عليها. لذلك الخشية، خشية المواطن مبررة ولها ما يسندها، لكن ما هو الحل؟ لا توجد في الأفق حلول حقيقية لضمان الأمن لهؤلاء المواطنين. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.